بسم الله الرحمن الرحيم. جيت سعيد بتواجدي هنا في مدينة صفرو في إطار هذه الزيارة لهذه المؤسسات، ولا سيما هذه المؤسسات ديال باب مرباح اللي تم التشييد ديالها في 1917 واللي عندها واحد الحمولة تاريخية مهمة. هذه المؤسسة اللي اليوم كتستضيف مركز التفتح، هذه الزيارة مش أنها باش نزيدوا نطوروا هذا المركز وأيضا نحدثوا واحد العدد ديال الأقسام ديال التعليم الأولي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لنهوض بالعمل الاجتماعي للتربية والتكوين. أيضا كانت لي فرصة باش نزور مؤسسة ديال الفرصة الثانية في درب المتر نموذجية فيها واحد العدد ديال المميزات اللي كيجعلوها واحد المؤسسة نموذجية على المستوى الإقليم، مركز ديال الترويض بالنسبة للتربية الدامجة واللي كيستافدوا منه جل التلاميذ ديال المدارس. هذا النموذج خصنا نعمموه لأن كنقدموا واحد الخدمة مهمة جليلة بالنسبة للتلاميذ اللي في هذه الوضعية، وأيضا اللي غادي تساعد مواكبة هاد التلاميذ ذوي احتياجات وفي وضعيات إعاقة من أجل التمدرس ديالهم والإدماج ديالهم في الأقسام العادية. كل هذه الأوراش كيشكلوا واحد الأولوية ديال الأوراش الإصلاحية ديال المنظومة التربية الدامجة، مدرسة الفرص الثانية، مراكز التفتح، واللي غيكون عندهم واحد الأثر مباشر على التحصيل الدراسي وعلى الإدماج ديال التلاميذ في واحد البيئة الحمد لله مدرسية متميزة ومحفزة للنجاح. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاء شاكر المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بإقليم صفرو. حنا اليوم كنتواجدوا في مؤسسة 18 نوفمبر للتفتح الفني والأدبي. هذه المؤسسة اللي كتحتضن عدة ورشات، واللي اليوم كان شرف زيارة ديال السيد الوزير لهذه المؤسسة هذه باش يوقف على المشاريع المهيكلة والمشاريع اللي كتخدم المنظومة التربوية واللي كنديروا لها الإرساء داخل المديرية الإقليمية ديال صفرو. هذه المؤسسة هذه كتحتضن أربع ورشات مهمة. عندنا ورشة الصوت والصورة، هاد الورشة اللي مكنتنا باش نصوروا الدروس اللي كتبت على صعيد الوطني لا بالنسبة للتلفازة ولا بالنسبة للتلميذتيس. هاد الصور ديال هاد الدروس هادي من طبيعة الحال كيستافدوا منها جميع التلاميذ المغاربة. وأيضا عندنا الورشة ديال الموسيقى، الورشة ديال المسرح، والورشة ديال الفنون التشكيلية. أيضا كانت فرصة باش نقدموا المشروع ديال التربية غير النظامية للجيل الجديد اللي كيتواجد في مؤسسة الإمام علي. هذاك الورش الكبير اللي كيحتضننا 250 تلميذة وتلميذ اللي كانوا كيتواجدوا خارج أسوار المؤسسات التعليمية واللي قدرنا نقضهم ونردهم، أولا للتأهيل التربوي وثانيا لتعلم حرفة من الحرف أو مهنة من المهن، بحيث أن في ذاك المركز عندنا أربعة ديال الورشات ديال التكوين. عندنا الورشة ديال الحلاقة، ورشة ديال الحلويات والإطعام، عندنا الورشة أيضا ديال لامونويزغي داليمينيوم، وعندنا الورشة ديال الفصلة والخياطة العصرية. من طبيعة الحال من غير هذا الشيء كيستافدوا التلاميذ من أنشطة موازية، يعني زيارات خارج مؤسسات تعليمية للوقوف على بعض المهن، أيضا كيستافدوا من الرياضة، كيستافدوا من جميع الأنشطة اللي كنقوموا بها داخل مركز التفتح الفني والأدبي. هذه الزيارة المباركة الميمونة كتندرج في إطار سلسلة الزيارات اللي كيقوم بها السيد الوزير لجميع الأقاليم ديال المغرب باش كيوقف على تنزيل المشاريع الملتزم بها أمام صاحب الجلالة، وأيضا تنزيل المشاريع اللي جات في القانون الإطار. وحنا من الواجب علينا أننا ننميو الأقاليم اللي حنا مسؤولين عليهم في الشق التربوي من طبيعة الحال، ولكن أيضا في تنويع العرض المدرسي، وحنا منخرطين في تنزيل جميع المشاريع اللي كتخدم المنظومة التربوية واللي كتخدم الإقليم ديال صفرو. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم لتغطية الحدث معنا من طبيعة الحال. أصوات مرحبا بكم معنا في هذا المركز. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.